لك وظيفة صاروخية، وظيفة صاروخية يتقدم يمكن أن تشاهده. هنالك مسلح الآن وقع في وسط الشارع، ثمة مسلح وقع في وسط الشارع، يبدو أنه استهدف بالرصاص، كان يحمل قاذفة RPG والآن أصبح في منتصف الطريق. هذا يعني مجددا بأن ثمة أطراف تطلق النار من منطقة عين الرمانة وأصابت هذا المسلح الذي يمكن أن تشاهده. والآن هنالك مجموعة من المسلحين تتقدم لسحبه. الصورة تشرح لنا بالتفصيل ما يحصل الآن، كيف تم إطلاق النار من منطقة عين الرمانة على مسلح تقدم من المنطقة المقابلة في محاولة لإطلاق قذيفة صاروخية. أعطي أعطي من قلبك.